فاكر وانت عايز صغير قد كده اهو، بس ما كنتش بتلعب اللعب ده طبعا. استني يا موسى، ما تخلص وتخلصنا. استعجل عليه عزيز، استعجل عليه. اللي قول لي عزيز، وانت لسه عبيط زي زمان؟ عبيط؟ زمان كنت بتسميها طيبة. ده كان زمان، لكن دلوقتي حاجة تانية. الدنيا علمتني عزيز إن الطيبة عبط. بس تصدق وتؤمن بالله، أنا استغربت لما دخلت الدار من تاني ولقيت كبيرها أعبط واحد فيها. طيب والعبيط اللي أنت بتتكلم عليه ده اللي كان بيسرق لك الأكل ويودوا لك الزنزانة من ورا الشيخ سلامة، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. صح كلامك، صح. عشان كده يا عزيز أنا مش هأذيك، أنا هاملك تمشي لحالك. شفت يا عزيز؟ شفت العبط ساعات بينجي كيف؟ لا هتأذيني ولا هتأذي حد من إخواتنا يا موسى. كلم عن نفسك يا عزيز، دول مش إخواتي. إخواتك أنت، إنما أنا زرع شطاني يا عزيز، أنا زرع شطاني طالع من أرض بور لحد سقاها ولا حد رعاها. مش شيخهم كان بيقول عليا كده؟ وكلكم وافقتوه لما طردني برا الدار، ولا نسيته؟ هو يعني الشيخ سلام الله يرحمه كان قال كده من الباب للطاق؟ مين اللي بيتكلم؟ عبادة شمشون الدار؟ يا راجل اسكت، ده انا شايفك وعامل نفسي مش واخد بالي منك. اللي قول لي عبادة، لساهم بيخلوك تمسك الفلكة للعيال عشان يمدوهم اللي ما حفظوش ألف الدار؟ ها قوم وقف، قوم وقف. اهو ده يا رجاله، يبقى اطول واجمد راجل هنا في الدار دي. وعشان هو اطول واجمد راجل في الدار دي، كان شيخهم بيوقفوا عليا حرس، بس شهادة لله كان بيقوم بواجبه زيادة. وعشان كده أنا جاي النهاردة عشان أرد له واجبه. تعيز يا موسى، عايزك تاخد شوية العيال دول وتطلعوا برا الدار. اطلع اروح فين؟ مطرح ما رحت انا والرجاله،
لما الشيخ كان طردني من هنا. احنا كتير مفيش مكان هيسعنا. داقت دلوقت داقت مش كانت أرض الله واسعة لما شيخكم سلامة طردني من هنا؟ مش حسن قدامكم قالك ده؟ حسن ولا لا؟ رد يا عزيز. ماشي يا موسى. الأصح فين حسن؟ مش شايفه يعني؟ ايه؟ مستخبي ولا ايه؟ هو فين حسن يا عزيز؟ أصلي توحشته قوي وعايز أشوفه. حسن؟ حسن في أرض الله الواسعة. يا سلام على الدنيا، دنيا قلابة. شوف أدي حسن دلور اللي في أرض الله الواسعة، وأنا اللي هنا. شوف عزيز قدامك ساعة، ساعة واحدة بس، والعيال اخواتك دول يلموا خلقاتهم وتطلع برا الدار وتوروني عرض كتافكم بقى قد ايه. فاهم ولا لا؟ انت كويس؟ الحمد لله. مش مكتوب لي اموت النهارده. بعد الشر عليك يا خال، ما تقولش كده. والله يا رؤية الواحد ما بقاش عارف الشر في اني اموت ولا في اني افضل عايش. بس اللي انا متأكد منه ان ربنا نجاني من الموت النهاردة عشان في حاجة مهمة جدا لازم اعملها قبل ما اموت. هو بس اللي عارفها. ربنا حرسك يا سليم علشان العيلة اللي في رقبتك دي، وعلشان ما تسيبنيش لوحدي. وبطل بقى تقول الكلام ده. اتأكدنا ان كل اللي موجودين صحفيين وتبع دار الرعاية المسؤولة عن الاطفال. امشيهم. والواد اللي مات للاسف مفيش معايا حاجة تثبت هو مين. طب ماشي الجماعة الصحفيين دول، خليهم يكتبوا اللي حصل بالتفصيل وزي ما حصل بالظبط، بعدين اتصل بالبوليس يجوا يعملوا محضر إثبات حالة ويشيلوا الجثة. بابا، مين اللي عمل كده؟ يوسف مالك؟ طب هات حد غيري ترسم له عطار يا سيف بيه. انا قلت اساعدك. الراجل اللي انت بعته اتقتل. وانت ما نفذتش ليه؟ عشان لما الاقي حاجه في الاتفاق اتغيرت يبقى في حاجه انا ما اعرفهاش، وانا ما بكملش في حاجه ما اعرفهاش. وبعدين عايز افهم حاجه، الراجل اللي انت بعته ده كنت بعته بيعمل ايه؟ دوره ايه بالظبط؟ راح الأعضاء. انا سبب مش اكتر. كلنا اسباب لبعض يا يوسف، سبحان الله. عموما اللي حصل ده مفيد في كل الاحوال، وكان لازم يحصل عشان رؤية تبقى اوضح. تمام تمام يا سيف بيه. يوسف بيه، انت الراجل بتاعي، ما احبش اشوفك متضايق ابدا. اهدى كده وروق وتعالى عشان نتكلم على رواقه. اتفضل يا باشا. ياسين ياسين،
ولا سلام حتى؟ سيبني في حالي عادل. خليك معانا ياسين وبكفاياك مرمط. اخوك بقالة اخويا. اللي يحط سلاحه في صدري ما يبقاش اخويا. اخواتي هم اللي ماشيين قدامك دول، والرابط اللي بيني وبينهم مش الدم اللي بيني وبينك يا عادل، الرابط اللي بيني وبينهم هو الحق. طول عمرك ما بديهم عليا، وانا اللي مستني اليوم اللي ارجع فيه الدار واتلم عليك. تسيبني يا ياسين؟ تعال انت معانا يا عادل، تعال مع الحق ولو لمره واحده بس في حياتك، وهتكفر عن كل اللي انت عملته زمان. وليه شايف ان انت الحق وانا البطل؟ شفت؟ طول انا مش واحد يا اخويا. سلام. السلام يا ياسين. السلام يا اخويا. اخبار شغل ايه؟ ادوك المكافاه اللي وعدوك بيها؟ شهرين مكافاه راسي على نص شهر. والله انا مش عارفه انت متمسكه بالشغل ده قوي كده ليه؟ اللي جاي منه مش قد اللي رايح. اديني بعمل حاجه بحبها. على فكره دي احسن حاجه، احسن حاجه انت بتعمليها. قولي لي انت عملت تتبيله الفراخ بالخلطه اللي انا جبتها لك؟ اه والله يا حبيبي. امال ليه انا مش حاسس بطعم زيت الزيتون في الفراخ؟ عشان مفيش زيت زيتون في الفراخ. حسيت ان جيت احط زيت زيتون فما لقيتش، لقيته خلص فحطيت زيت عادي. طب ما قلتيش ليه انه خلص؟ ما انت عارفه انا بحب زيت الزيتون في اي حاجه باكلها. خلاص يعني يا طارق ما جراش حاجه. خلاص يعني ما تاكلي انت ساكته. لا اصل انت مش فاهمه، اصل استاذ طارق باشا بيعشق زيت الزيتون، بيحبه جدا كانه مراته الثانيه. حظري بس بصرف النظر يعني عن الفراخ الاكل كله حلو. تسلمي لك. بعد ايه بقى؟ انا شفت دمي. اعمل لك شاي؟ اكيد. معلش يا طارق كنت عايزاك في موضوع، ممكن نتكلم شويه؟ وماله؟ طب ما تيجي نتكلم في الجنينه واحنا بنشرب الشاي. ما تنسيش تحطي قرنفل في الشاي. بحط لك زيت زيتون احسن. اتفضل يا استاذ. ياسين ما تضايقش نفسك، ده اخوك برضه. الله اعلم يا سيدي، ربنا يكتب لكم تتجمعوا تاني. اوعى تنسى ان دمك كله احمد. ها تشغلش بالك يا عزيز، انا خلاص خدت على عيشه من غيره. المهم قول لي امره فين؟ مش عارف، كل بفكر فيه دلوقتي عبيدة، خايف يحصل له حاجه في الطريق. انت مش خبطت له بجرح؟ اه خيط بس جرحه جويد، انا خايف اتلوث. ان شاء الله هيبقى كويس قبل ما نوصل. المهم انت حاولت توصل لحسن؟ حاولت، تليفونه مقفول وسليم العطار ما بيردش. انا بجد دماغي عطلانه مش عارف افكر. احنا اقرب مكان لينا من هنا هو نجا العطارين. نجا العطارين يا ياسين؟ احنا بينا وبين النجا محافظه كامله. مفيش حل تاني يا عزيز. هنطلع من هنا على محطه القطر ونركب من هناك. تمام. شباب احنا دلوقتي هنتحرك على نجا العطارين. اللي راح مع عمار قبل كده هيسبقنا عشان يبقى دليل الطريق. يا عزيز. ايه يا عبيد؟ خلينا نفضل هنا في النوبة يا عزيز. كمان يا عالم هل بيستقبلونا تاني في نجا العطارين ولا لا؟ خصوصا زي ما انت شايف عددنا كبير. تمام يا شباب، يبقى هنقسم نفسنا مجموعتين، مجموعة مع ياسين في النجا والمجموعة التانية معايا على النوبة. هنفضل مع بعض لغاية محطة القطر ونتفرق هناك. يلا بينا. فرق تاني يا عزيز؟ ايه يا عبيط الكلام ده؟ هنروح من بعض فين يعني؟ وبعدين بين النجا والنوبه فرقة الكعب.
خد بالك انت على نفسك وعلى اخواتك. يلا يلا ايدك معايا. على مهلك. اه على مهلك. خلي بالك خلي بالك. ضابط سابق؟ ده ايه معاش مبكر؟ لا هو اللي استقال عشان يشتغل في البيزنس. في ايه؟ بيشتغل في مجموعه سياحيه كبيره كده وناوي يكمل ويستثمر في المجال ده. واسمه ايه؟ يوسف، يوسف العجمي. باباه كمان ضابط ولسه في الخدمه. العجمي؟ انا اعرف ناس كتير قوي من عائله العجمي. اسمه يوسف ايه العجمي؟ يوسف رشدي العجمي. ايه ده؟ ابن اللواء رشدي العجمي؟ ده مش مجرد ضابط، ده مدير امن. ايه ده انت تعرفه؟ بقول لك مدير امن، يعني اكيد اعرفه. لا لا لا، ده الناس محترمين جدا، بس برضه مفيش مانع ان انا اتحرى عنه في الوزاره. تتحرى عنه؟ ايه مفردات الضباط دي؟ اسمها اسال يا حبيبي، العريس الناس بتسال عنه عادي. اسال عنه، اتحرى عنه، النتيجه واحده. بس خير ان شاء الله. يلا بقى عشان نخلص منك. هتفضل انت الحب كله. لا ده انا كده بقى هطلع عينه. مبروك. مشتري، مشتري يا نوجا، انت يعني من امتى وانت كنت موافقه على موضوع بيع الكباريه ده؟ ماشي استناك. سلام. هاري يا اسطى، كنا بنقول بقى هنعمل ايه في موضوع الكليبات الجديده؟ سمير يا حبيبي، احنا هنعمل زي ما بنعمل كل مره، هنغزو العالم يا ابو الامجاد. ما احنا غزينا قبل كده، ما هي مش فرهضه. عايزين كده حاجه سهله، كليبايه جديده نغني منها من العالم الرايقين. حلوه قوي عالم الرايقين ده. انت دماغك دي ايه؟ المصات رايقين سابقين عشان سايقين وفايقين، ده احنا الرايقين. خلصت يا معلم، انا مسكت الخيط اللي هشد بيه الاغنيه. مش قلت لك انا اغزو العالم؟ الله ينور. مش شايل زفت على دماغكم. يا ميلة بختك يا امان، يا حظك اللي مش فايق غير في العطمة يا امان. بطل يناويح يا بومه. وبعدين سيف عمل فينا عمايل سودة، قصر رقبتنا. معاش ولا كان اللي يقصر رقبتك يا اخوي؟ انت عبد حميد بيه العطار، مقامك محفوظ وجزمتك فوق النجع كله. اقعد انت سجفيلك ده، ما انت مش خسرانه حياتي. اقتلك ولا اعمل فيك ايه؟ اقتلك. الله، ما تشوف البت دي. جرايه يا ايمان، ما تلمي لسانك شويه واقعدي ساكته. على فكره يا زينب، ما كانش لازم نثق ابدا في سيف، كان لازم اسمع كلام سليم وما نخرجش بره دايره العطارين. يا دي سليم اللي مش هنخلص من سيرته. بقول لك ايه يا اخوي، فضك من الموضوع ده، اطلع انت اسلوبتولك واستريح، وان شاء الله من بكره هيجي كلهم ياخدوا الاوامر منك ويحبوا على جزمتك وهتشوفها. مسعد مسعد يا ميزان، مسعد مسعد الكسبان. اديني شايف وسامع اهو، بان الحكايه دي مش هتخلص على خير ابدا. مسعد مسعد يا ميزان، مسعد مسعد الكسبان. مسعد مسعد يا ميزان، مسعد مسعد الكسبان. مسعد مسعد يا ميزان، مسعد مسعد يا ميزان، مسعد مسعد الكسبان. حياتكم فلت يا بلد. يمين بالله العظيم، اللي هسمع ويطبل ولا الهلل ويزمر لعلقوا من عرجوبه واملى نخيل البلد بيكم وبجتاتكم. جرى ايه يا عمده؟ فرحانين بالنائب الجديد؟ لا والله، ودي تاجي تفرحوا لوحدكم من غير العمده؟ انا هفرحكم صح. ومن هنا ورايح ما شوفش حد فيكم برا بيته بعد العشاء. كل واحد يحبس نفسه بمزاجه بدل ما يشوف اللي عمره ما شافه. واني هوريكم انتم والنايب بتاعكم ده يا غجر. كده يبقى كله تمام. ماشي كده، يبقى حلال عليك نص الكباريه رايق. وحرام عليك يا ابن محاسن. عاجبك كده يا فتحي؟ فتحي انا اقسم بالله ما كنت هبيع لك حاجه، وكان في مشتري تاني كنت هخلص معاه لولا نوجا. حلو نار يا فتحي، بارك خلي الليله تمشي. حتى وبقى اسود من كوع النمس على وشك.
كوعي؟ ايه؟ النمس، هات لي نمس اوريك كوعه. ايوه سيف بيه، كله تمام خلاص، الدار بقت تحت ايدينا، الرجاله بتجهز عشان يطلعوا على الطريق. تمام، مع السلامه. شفت يا شيخ سلامة، شفت أنا بقيت فين، ولادك بقيوا فين، عرفت يا شيخ سلامة أن ربنا كبير، يمهل ولا يهمل. دلوقتي الدار بقيت دار أنا، الدار بقت ملك أنا، وولادك يا شيخ سلامة بقيوا في الشارع زي ما طردتني قبل كده في الشارع برضك. عرفت يا شيخ سلامة أن أنا اللي صح؟ عرفت يا شيخ سلامة أن أنا اللي صح؟ سمعني! الدار بقت دار أنا، بقت ملك أنا. موسى بص لنا ايه في السجن. بابا انا خايفة. ليه عيبت من ايه؟ خايفة بكرة ما نسافرش. انا عمري وعدتك بحاجة ما عملتهاش. يا فيروز راحت فين يا نور؟ انا جبت لها العروسة بتاعتها واللعب اللي بتحب تلعب بيها، انا هفضل قاعد هنا لحد ما تيجي. فيروز وحشتني أوي يا نور، أنا بحبها أوي يا نور. يعني إيه العملية الجديدة هتكون من غير سليم؟ يعني زي ما خد مني المرة اللي فاتت البضاعة ولبسها في الحكومة، هاخد منه البضاعة المرة دي بس كلها لوحدي، وأظن ده تعويض مناسب. ده في حالة إنك قدرت تثبت إنه هو اللي خد البضاعة. ده في حالة بقى إذا قدر يمسك عليا إن أنا خدت منه البضاعة المرة الجاية. أنت فاهم يا سيف حجم العملية دي قد إيه؟ مليارات. بس سعادتك إحنا مش أول مرة نشتغل بالأرقام دي. أنت ليش؟ أنا حاسب حساب كل خطوة. العملية دي كبيرة عليك أوي يا سيف. علينا إحنا الاتنين، احنا بقينا شركة في كل حاجة، واظن ده حقنا. بس ده مش شغل يا سيف. ما تلاقيش مدام، اسمعي كلامي وامشي ورايا وكل شيء هيبقى كويس وبما يرضي الله. انت ليك علاقة بمحاولة اغتيال سليم يا سيف؟ موسى والله وحشني، تصدق بإيه؟ أنا حلمت بيك امبارح. لا يا شيخ، وحلمت إيه عاد؟ حلمت بنور هجم على الدار ودخل عليا، خلصني من الضلمة اللي كانت كاتمة على نفسي، وهو الحلم اتحقق. النور ده يبقى إمتى يا موسى؟
لو انت الصادق انت مش نور دي ناري ناري اللي جاي تحرق كل خاين. مين ده؟ خدامك نصار يا كبير الدار. على فكرة أنا بسمع عنك من زمان يعني، وكان نفسي فرصة وابقى واحد من رجالتك. وماله؟ نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. سيبوهم بس عينكم تبقى عليهم. لو حد منيهم عمل غلطة كده ولا كده هيندفن تحت رجليه. وانت يا سميح لينا قعدات تانية كتير، بس ابقى اتغطى كويس قبل ما تنام. هي النار اللي جواك دي هتفضل لحد امتى؟ جوايا بتزيد، مش راضية تبقى رماد. بس انت اللي علمتني ان كل حاجة بتخلص. كل حاجة بتخلص الا وجع على بنتي، الألم والندم هيموتوني. أنا قتلت بنتي. كفاية بقى يا نوح، أنت ما كانش في إيدك أي حاجة. كان في إيدي إني ما اتجوزش. كان في إيدي إني ما اخلفش. فيروز ماتت عشان بنتي. دلوقتي هعمل ايه؟ هقتل اللي قتلها؟ هعذبه؟ تفتكري ده هيرجع فيروز تقف قصاد عينيا تاني؟ حتى هيخليها تسامحني بكونت سبب في موتها؟ أنا أول مرة أشوفك بالضعف ده. ياه ضعف. كنت نسيت معنى الضعف. صغير انا، ربنا عايز يفكرني ان انا لسه بني ادم بعد ما كنت خلاص فاكر ان مفيش اقوى مني. وناوي على ايه يا نوح؟ ناوي احرق كل حاجه لغاية ما تبقى رماد.